بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الثاني فضل العلم، مادة الدراسات الإسلامية قسم الحديث والسيرة للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد الترم الأول. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أربط بين دلالة الصورة في الأعلى وأثر العالم على الناس. العالم كالقمر بالنسبة للكواكب. العالم يرشد الناس للخير ويوضح لهم الطريق كما ينير القمر للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا عن أهمية العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني يدخل الجنة. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا أراد الله بك خيرا تكون من العلماء في الدين، فتكون من أهل الجنة أيضا. أيضا العالم، فضل العالم على الناس كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، يعني شوف بيبقى منور ازاي والكواكب اصغر منه. ابو هريرة عرفنا قبل كده في الحديث في الدرس السابق. اليوم سنتعرف على معاوية بن ابي سفيان. هو الصحابي الجليل معاوية بن ابي سفيان صخر ابن حرب القرشي الاموي. صخر ابن حرب القرشي الاموي. ابو عبد الرحمن أسلم عام الفتح وشهد حنينا، غزوة حنين يعني، وكان من كتاب الوحي. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له هذه الدعوة الجميلة. وعن عبد الرحمن بن أبي عمير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. هاديا مهديا واهده واهد به، يعني كل رب نهديه وكمان يكون سبب في هداية الناس. كان أميرا 20 سنة، أمير وخليفة 20 سنة. كان أمير على بلاد الشام وأصبح الخليفة المسلمين 20 سنة. ومن فقه ما ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية، أشبه صلاة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان حليما رضي الله عنه، يبقى صلاته تشبه صلاة النبي وكمان حليم. مات في رجب 60 هجرية. الرسول دعا له دعوتين: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيل العذاب،
اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. الكلمة سلك دخل أو مشى، سلك طريقا يعني دخل في طريق العلم أو مشى في طريق العلم. يلتمس يعني يطلب، يفقهه يفهمه يعني يخليه يعلم هذا العلم ويفهمه. مكانة العلم في شتى التخصصات كبيرة، والعلم مقدم على كثير من الأعمال الفاضلة. ومما يبين مكانة العلم أن القرآن الكريم ابتدأ نزوله بالأمر بالقراءة، قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين فضل العلم ومكانة العلماء. في الآية 28 إنما يخشى الله الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله. هنا المفعول به مقدم هو الله، والفاعل هم العلماء، العلماء. ورد أيضا في 9 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا، أفلا تذكرون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. هل يستوي الذين، ممكن نقول لغاية كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بس، كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بس، ممكن لغاية كده. ولا عاوز يزود إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى هذه الآية الثانية، لما يخشى الله من عباده العلماء، كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى الآية الأولى بتدل على أن العلماء هم يخشون الله، الله ها حط عليها يعني المفعول به. تمام كده، نروح نكمل. وردت أحاديث كثيرة في السنة عن فضل، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس سائلينهم الوقت، من سلك طريق يلتمس به علما سهل الله له، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيضا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني في سبيل الله حتى يرجع، يعني لو مات يبقى كأنه بيجاهد في سبيل الله. ومما يبين مكانة العلم كثرة ثمراته على صاحبه في الدنيا، ومنها يورث خشية الله، يرفع مكانته بين الناس. كل المخلوقات تدعو له. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير، يعني يدعون له.
يبقى كل المخلوقات تدعو له، يرفع مكانته بين العلماء، هو أفضل ما يورث، أفضل موروث يورثه اللي هو العلم. كل دي حاجات ممكن نقولها. ينضر الله وجهه، ينضر الله وجهه في الدنيا. يعني ايه نضر الله وجهه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كده بيقول ايه، نضر الله وجه امرئ سمع مقولتي فبلغها، سمع مقولتي فايه بلغها. ينضر الله وجهه، هذا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله وجه امرئ سمع مقولتي فوعاها فبلغها. فرب طالب علم اوعى من ايه، من مبلغ. المهم هنا في الاخره بقى فضل يرفع الدرجات طبعا، سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طرق تحصيل العلم كثيرة، من أبرزها التعلم في المدارس، حضور دروس العلماء الثقات في سماع الدروس، محاضرات الفيديو، يبقى عندنا تعلم في المدارس النظامية، حضور دروس العلماء الثقات، سماع الدرس، محاضرات الفيديو، قراءة الكتب، لطلب العلم آداب، لطالب العلم آداب ينبغي أن نعرفه. تعال بقى نمسح دول ونطلع عشان يبانوا. من آداب طالب العلم الإخلاص، يعني يكون بيتعلم لوجه الله، مش عشان الناس تقول عالم وقد قيل ويدخل النار، يبقى لأن هذا مرائي. الصبر في طلب العلم، ليه؟ اللي عاوز، من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. يعني إذا ما كنتش هتصبر وتتعلم وتطول بالك هتفضل جاهل على طول. التواضع، يعني ما تبقاش بقى تقول ده اللي اتعلمت بقى وبقيت وبقيت وبقيت. قوة الإرادة لازم، ايه، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لازم تتعب علشان تصعد على الجبل، لازم تتعب. العمل بالعلم وتعلمه، يعني انت تعلم تعمل بقى وتعلمه للناس. قبل ما تعلمه للناس لازم تعمل، يعني ما يبقاش كلامه خلاص. يقولون ما لا يفعلون. أحتسب في دراستي أن أكون ممن سلك طريقا يلتمس به علما نافعا دينيا ودنيويا عشان أخذ الأجر. يبقى أنت ليه بتتعلم؟ حتى لو بتتعلم في الدنيا عشان تصبح طبيب تخدم وطنك، جندي تدافع عن وطنك، طيار تحمي وطنك، معلم تعلم الناس الخير، شيخ تعلم الناس، فهم؟ أتفقه في ديني لأكون من خير الناس. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن سعيد بن جبير، هنكبر شوية عشان يبان، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس حضر المجلس ده اللي بيحكي مين؟ سعيد بن جبير. بيقول قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني، بيدخل ابن عباس يعني، مع أشياخ بدر، الناس الكبيرة، فكأن بعضهم وجد في نفسه، ايه العيل اللي جاي لنا ده؟ ايه ابن عباس الصغير اللي جاي يقعد مع الناس الكبيرة ده؟ فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، ما احنا عندنا عيال زيه. فقال عمر إنه من حيث علمتم، انت عارف ان ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. يعني ايه، ابن عباس بقى كان جاي
سيدنا عمر جايبه علشان يعرفهم من هو ابن عباس ده، هل هو يستحق يجلس ولا لا. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله، أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي سيدنا عمر بقى بيقول لعبد الله بن عباس: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ عشان عارف ان ابن عباس ترجمان القرآن، أعلم الأمة بالحلال والحرام، مع انه كان صغير. فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، أعلمه الله به، يعني ربنا قال للرسول خلاص أنت هتموت، يعني خلاص. فحتى لما سمع أبو بكر هذه الآية بكى، فكل الناس استغربت: ليه بتبكي يا أبا بكر؟ قال: يعني هذا أجل الرسول، خلاص ربنا بيقول له أنت هتموت، خلاص قربت تتوفي. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره، استغفر الله وسبحه إنه كان تواب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني كلامك صح يا ابن عباس. كده عرفه من هو ابن عباس حتى وإن كان صغير ولكنه عالم. استخرج مع مجموعتك فائدتين من القصة تتعلقان بموضوع الدرس. أول حاجة: العلم يرفع مكانة صاحبه حتى وإن كان صغير، حتى وإن كان إيه؟ صغير، تمام؟ لا نستصغر العالم، لو كان صغير، بل لا نستصغره. أيضا: العلم يجعل صاحبه يتحدث بقوة، هو عارف بيقول ايه، مش بيلبخ ويقول اي كلام. يجعل صاحبه يتحدث بقوة امام الناس، خليه واثق من نفسه ويزيدك ثقة في نفسك. كان واحد صغير ما نستصغروش طالما عنده علم. طيب يا أبطال، عندي هنا 4 أسئلة مجهزهم لكم، بس بالله عليكم لو عجبكم الدرس تعطوني لايك وتدعوا لي، مش عاوز منكم أكتر من كده. واللي عنده صديق ولا زميلة ولا زميل يبعت له رابط القناة. على ما يدل نزول القرآن بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، دليل على أهمية العلم. كلمة بسم يا أبطال لما بتكون بغير بسم الله الرحمن الرحيم بنحط لها ألف هكذا. ليه؟ إذا كانت الكلمة غير بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسم ربك باسم كذا، أحط ألف. يبقى دليل على أهمية العلم ومكانته المقدمة على كثير من الأعمال، وتدل على حثنا على طلب العلم والتعلم، وتدل على أن الإسلام دين العلم، فبالعلم نعرف الله عز وجل حق المعرفة، وتتقدم الأمة بتمسكها بالعلم والحرص عليه. بالعلم تقدمت الدنيا، فتعلم حتى تتقدم. تنسوش اللايك والدعاء لو عجبكم. خش على السؤال اللي بعده. اذكر آيتان تدلان على فضل العلم ومكانته. قوله تعالى: دي نسينا نكتب هنا انما، معلش هجيب هنا وبس، انما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نروح بقى نكمل من هناك.
وقوله تعالى: قل إن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى هنا إنما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ممكن لغاية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بس. اذكر ثلاثة من ثمرات العلم، أنا جبت لكم 10. اكتب ثلاثة اللي تحبهم واللي عاوز يزود، سواء معلم أو معلمة أو أي شيء عندك بزيادة. طاعة الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال اقرأ. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على طلب العلم. اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يرفع العلم منزله صاحبه عند الله تعالى، يرفع الله الذين اوتوا العلم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الطريق للفوز والنجاه بالجنه زي ما احنا شفنا، من سلك يكسب الله، يكسب العلم صاحبه الخشية والخوف من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. تحضر الملائكة مجالس العلم، تحضر الملائكة مجالس العلم. الملائكة تنزل من السماء على مجالس العلم فتحفها، تغشاه الرحمة وتحفه السكينة. يمنح العلم صاحبه نضارة وإشراقا في وجهه، نضر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: نضر الله وجه امرئ سمع مقولتي فوعاها فبلغها. يعتبر العلم أفضل موروث يتركه الإنسان بعد مماته، يدعو أهل السماء والأرض بالخير كما قلنا، حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل العلم أحياء وحاضرون في قلوب الناس جمعاء، ادعو لهم. يرفع العلم من منزلة ومكانة صاحبه بين الناس. خلاص كده دولت، علشان ما طولش عدد بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. أقول لها همزة قاطعة: الإخلاص، الصبر، التواضع، قوة الإرادة، العمل بالعلم وتعليمه. في الختام ما تنسوناش من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة، قناة عليها بابتدائي كل المواد، متوسط دراسات إسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.